اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فقره تعليميه، ازاي نعلم ولادنا يخشوا المطبخ يعملوا الحاجات اللي هم بيحبوها حتى لو كان بنشتريها من بره. يعني ممكن نكونوا خارجين خارجه حلوه بنتفسح واخدين ولادنا بنعشيهم بره، والله يا ماما انا بحب اكل البيتزا المحشيه اطرافها جبنه، تعالي يا ابني تعالي يا بنتي نخش المطبخ وتعالوا نعملها صح. ويبقى الشيف المغازي اول حد علمك تعملي البيتزا او تعملي عجينه البان كيك او تعملي اطباق الاومليت المختلفه لاول مره على شاشه القناه الاولى. ايه رايكم النهارده؟ فتعالوا مع بعض النهارده نتابع الحلقه من البدايه. هنعمل بيتزا محشيه اطرافها جبنه بحشوات مختلفه، اذا كان لحمه او فراخ او سوسيز او هوت دوج زي ما احنا عايزين. معانا النهارده عجينه البان كيك هنعملها بالشوكولا ونعملها بالايس كريم حسب الرغبه، وفي محلات كتيره اساسها طبعا هي عجينه البان كيك ولكن بحشوات مختلفه. وبتلاقوا بقى خارجين عايزين ناكل البان كيك النهارده بالشوكولا بالايس كريم بالفراوله. اهم حاجه تعملي العجينه صح، ونفس الموضوع اهم حاجه تعملي عجينه البيتزا صح. اما بالنسبه لعمايل البيض بقى الصبح بالذات والفطار الاساسي بتاعنا مع طبق الفول، وانا بنصح بيه طبعا لان البيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني ومتعدد الاصناف والاطعمه، يعني ممكن ناكله بالجبنه، ناكله بالخضار، ناكله باللحمه المفرومه، ناكله اومليت كده بسيط وسهل بالزبده والثوم زي ما احنا عايزين. فانا النهارده برضو هشرح ازاي نعمل اطباق اومليت كتير وما يبقاش محروق منك ولا لازق في الطاسه، وفي نفس الوقت يبقى طري معاكي حتى لو بدي تسخنيه بعد شويه. اكلنا ابني جه بعد كده وانا ريحت شويه وعايز اكل تاني مفيش اي مشكله، لان معانا مشكله مع طبق البيض لما بيبرد ونرجع نسخنه بيجلد. فانا الموضوع ده هخرجكم من النهارده ازاي تسخن الاومليت ويبقى طري في نفس الوقت. حلقات النهارده حلقه تعليميه، وازاي تعلمي اولادك وازاي الحاجه اللي بيحبوها ياكلوها بره تيجي البيت تعمليها صح. فعنوان الحلقه تعالوا نعملها صح، او تعالوا نعملها في بيوتنا، او هتروحوا بقيت تابعوني بعد الفاصل. هنستأذن فريق العمل الجميل نطلع بمقادير عجينة البان كيك أو عجينة الكريب ازاي نعملها بحشوات مختلفة، يا إما بالشوكولا نعملها بالآيس كريم زي ما احنا عايزين، واحنا شغالين مع بعض كده في البداية. يلا يبقى احنا اتعلمنا حاجتين النهاردة يا ملك البنوتة الحلوة. ملك يا ملك ازاي؟ ازاي الحمد لله. ايوه يا ملك سامعك. ايوه عايزة أسأل على طريقة الهمبرجر اللي هو بيتعمل برا. طريقة الكيكة اللي هي بالبرتقال. وطريقة المكرونة بشاميل. حاضر عينيا يا ملك، نعمل مكرونة بشاميل. حاضر. عايزة طريقة عمل البرجر اللي بيتباع برا. حاضر يا ملك. طيب مقادير البان كيك استاذ الفريق العمل نشوفها عشان عايز اشتغل فيها عشان دي بتتسال كتير. طيب تمام، مقاديرها كالاتي بالظبط. اكتبها زي ما انا بقول لك، انا مش دايما بكتب المقادير بالكوبايه، بس في الحلويات او في بالذات بكون حريص في الموضوع ده عشان اريحكم من القصه ديت. معانا كوبايتين من الدقيق، الكوبايه اللي هتعيري بيها الدقيق تعيري بيها بقيه المقادير، واتنين بيضه متوسطين الحجم. معانا من الحليب واحد كوب اهو. حلو اهو زي الفل. حطيت الحليب يا عم الشيف على البيض تمام، بحط عليهم رشة ملح واحدة واحدة مع بعض كده عشان العجينة دي مهمة جدا. رشة ملح، ومن السكر معلقتين، ما ينفعش معلقة يا شيف، لا، لو حطينا بطين نحط معلقتين من السكر، لو حطينا كوبايتين من الدقيق نحط معلقتين من السكر. ليه معلقتين من السكر يا شيف؟ نسأل السؤال ده بوجاهة ومش هجاوب عليه غير لما نصلي على الحبيب قلبك يطيب. ادي واحد ادي اتنين زي الفل، ونشيل السكر عشان الاولاد الصغيرين ما يخشوش ايه يبهدلوا لنا المطبخ سكر. حلو الكلام، يجعل ايامكم سكر. هنمسك الخليط ده كله مع بعضه ونضربه بالمضرب. بيض، حليب، رشه ملح صغيره، سكر. باقي معانا ثلاث مقادير، دقيق، بيكنج باودر والزيت. دقيق وبيكنج باودر والزيت ليه خليته في الاخر يا شيف؟ عشان نتكلم عليهم شويه. انا وقت ما احط البيكنج باودر على الدقيق احطه على طول على المقادير السائله مباشره. البيكنج باودر ما ينفعش ان انا اسيبه فتره كبيره. حلو الكلام، عشان استفيد بيه بالماده الهشه بتاعته او الماده الفوميه اللي بيديها لنا البيكنج باودر. حلو الكلام. انا معايا على فكره عجينه وجاهزه اهي، عشان العجينه دي المفروض لما نعملها تقعد على الاقل 15 دقيقه قبل ما نشتغل فيها.
اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. الفقره النهارده فقره تعليميه، مطبخ تعليمي. الشيف المغازي بيعلم ولادي وولادكم وولاد كل حبايبنا اللي بيتابعونا في انحاء العالم ازاي نعمل بيتزا اطرافها جبنه بحشوات مختلفه، عجينه البان كيك بحشوات مختلفه، واحنا شغالين مع بعض. قلبت المقادير. الماده الدهنيه هنا اختياري، يا اما زيت يا اما زبده، ايهما افضل يا عم الشيف؟ والله البان كيك يعني لما نحط له زبده بتبقى العجينه دسمه شويه وزي ما انت عايزه. انا ممكن استخدم معلقتين من الزيت اهو، اه دي معلقه والتانية بس خلاص. ليه الزيت يا شيف على عجينه البان كيك؟ هيخليها طريه وما تبقاش مجلده معايا. حلو الكلام. هنقلب دول كده. ممكن بدل الزيت زبده، اه ممكن بدل الزيت سمنه، اه ناخد الدقيق بتاعنا اه في مصفى كده عشان لو في اي حاجه بالشكل ده كده شويه دول، ونحط عليهم البيكنج باودر. اعتقد بعد النهارده هتبقي شاطره في عمايل البان كيك. آه. ونقلبهم كده. آه. ايه الفكره انك بتعمل كده يا شيف؟ هتدينا عجينه حلوه، عجينه ناعمه لطيفه وجميله. حاضر عيني. هنطلع فاصل دلوقتي. يلا 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 خلص الكلام. ونقلب الخليط ده كده، سيبونا اقلب ده كده بقى ونرجع بعد الفاصل نشوف القوام ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. عجينه البان كيك لاول مره بنعملها لحضراتكم على الشاشه، حلقه تعليميه، فقره تعليميه، يوم تعليمي كالبدايه الاسبوع بتاعنا لاولادنا الحلوين اللي بيحبونا ويتابعونا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ عملنا العجينه وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا بتعملي اي معجنات سواء فيها خميره سواء فيها بيكنج باودر، يفضل ان احنا نترك العجينه لمده 10 دقائق علشان لما نشتغل فيها على النار. اما اذا كانت خميره لعجينه البيتزا طبعا لازم تاخد مرحله التخمير 30 دقيقه اقل حاجه. العجينه معايا جاهزه زي الفل. هبدا ان انا اشتغل واعمل شويه ايه يا عم الشيف؟ شويه بان كيك او عجينه الكريب اللي احنا عارفينها. الاثنين واحد والاثنين مقاديرهم واحد. ايه الفرق بينهم يا عم الشيف؟ زمان شغال كده شفت العجينه؟ عجينه البان كيك بتبقى تقيله شويه بالشكل ده كده. العجينه اهي 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 اهي، سامعين الصوت ده؟ زي الفل. هنبدا نقسمها كده في الطاسات بتاعتنا. طبعا لو سبت العجينه 10 دقايق لازم تقلبيها قبل ما تستخدميها، ده المفروض. وهقول لك على حاجه حلوه دلوقتي تتعلميها، لازم تتعلمي كل حاجه صغيره وكبيره من الشيف المغازي واحنا شغالين مع بعض. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا العيار اللي انا هشتغل بيه كده، والطبيعي ان هو بيلزق مننا. نقوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ بنجيب البوله دي كده ونحط فيها شويه زيت، والزيت ده نستخدمه تاني يعني ما يبقاش خلاص ان هو خلاص كده، ونحطها هنا كده بالشكل ده كده. يلا الطاسه دي اخبارها ايه؟ نعمل واحده هنا. تبقى بالاحجام ده كده زي الفل. ونهدي النار شويه، نفس الموضوع هنا. شفت انا بعمل ايه؟ اخد الكميه اللي انا عايزها وتطلع منها زي الشعره من العجينه. نعمل كمان واحده هنا. معانا زبده سايحه هنا، نعمل لها البرجر لحمه. بنجيب هبره، هبره من عند الجزار. حلو. ونقول له ان احنا هنعمله برجر عشان يدينا نسبه الدهون فيه تقريبا من 20 لـ 30%. حلو الكلام. وبنجيب صويا ننقعها في شويه ميه. حلو. دي نار جديده شويه. يلا ناخد ديت تظبط معايا بقى، تطلع كده. حاضر عينيا حبيب قلبي، والله حبيب قلبي.
يلا. يلا واحنا شغالين كده بيطلعوا معانا زي الفل. دايما لما تشتري طاسات لعمل البان كيك تجيب الطاسات اللي هي تستخدم للبان كيك بالشكل ده كده، شفت دي حلوه ازاي؟ معانا بالشكل ده كده زي الفل، ودي هتطلع معانا برضو ان شاء الله. ايه الاخبار؟ تمام اهي نفس القصه، اللهم صل على النبي. تديها كده شويه زبده صغيره، عينيا زي الفل. تمام فله طالعين بسم الله ما شاء الله. زي الفل. واحد اتنين يلا دي شويه نعملها كده تاخد باللون ده كده، انا بحب اللون الفاتح ده كده. نجيب طبق للتقديم واحنا شغالين مع بعض. معانا ايس كريم، ايس كريم فانيليا، ايس كريم مانجا. بصراحه دورت الصبح لقيت الايس كريم اللي موجود فانيليا ومانجا، اقول له يا عم فانيليا لوحدها، يقول لي لا الاثنين مع بعض، او فانيليا وشوكولاته، فجبت فانيليا ومانجا. ممكن نعمل الاثنين ونستخدمهم مع بعض. زي الفل. ادي واحده كده نعمله طبقات بقى زي ما بنشوف في المحلات واحنا مع بعض اهو. زي الفل. وادي واحده هنا مع الزبده، وادي العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده. الطاسه دي حلوه مريحانا زي انا بعمل دلوقتي عجينه الكريب. ما تقوليش ده هيبقى زي بره، واحسن من بره كمان وانا شغال اهو. ادي واحده اهيت، بس طبعا ايه ده بيختلف شويه. ادي العجينه معانا اهو بالشكل ده كده اهو، عايزها انا تبقى هشه اهو. ومعانا صوص شوكولاته، ومعانا في حاجات هنا عينيا حاضر اهو اهو كده. ادي واحد اتنين اهمت فوق بعض كده، دي معموله على الرايق اهو بالشكل ده كده اهو. حاضر عينيا اهو، شيل ديت حاضر بلاشها. حاضر 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 الله حبيبي يا شفيق حبيبي. النار هنا عايزه تظبط شويه اهو، لازم في البدايه خالص بتظبط النار بتاعه البوتاجاز، تطلع معاك نار شديده على ما تظبط الطاسه في السخونيه بتاعتها لغايه لما تديك اللي انت عايزاه. واحنا شغالين مع بعض، معانا ايس كريم اهوت، نعمل طبق كمان زي ده كده. حفله بان كيك النهارده اهو بالشكل ده كده، عايزاه بالايس كريم، عايزاه بالشوكولاته زي ما انت عايزه. معانا هنا صوص شوكولاته ابيض، ومعانا صوص شوكولاته عادي اهوت، الاثنين مع بعض. ونجيب معلقه الايس كريم يا عم الشيف زي الفل. الشغل ده لما تعمليه في البيت ولادك هيحبوه. سلام لما الايس كريم ينزل عليه كده الشوكولاته والشوكولاته دي تكون سخنه. طب بتسخن ازاي الشوكولاته يا عم الشيف؟ حمام مائي او زي تعمل اللي انا عامله دلوقتي. بتجيبي عبوات كده بتبقى موجوده برده، بتحطي فيها الصوصات بتاعتك، الشوكولاته، مايونيز، كاتشب، الحاجات اللي احنا عارفينها بتتباع بلاستيكيه، بس تجيبي نوع كويس وتحطي صوص الشوكولاته في قلبيه. صدقوني والله العظيم انا بكلمكم من القلب، نفس اللي بقوله ده انا عامله دلوقتي. حلو الكلام؟ وتحطي صوص الشوكولاته ده في حمام مائي، زي ما انا بطلعها من ميه سخنه دلوقتي. ده طالع من ميه سخنه، الشوكولاته هنا نازله سخنه. ايه الجمال ده يا شيف؟ الله يسامحك، الله يسامحك. ولا رحنا بره اشترينا الحاجه؟ حلو الجو ده. عايزها بالشوكولاته البيضاء؟ نخليها بالشوكولاته البيضاء زي ما احنا عايزين. نفتح دي كده. زي ما احنا عايزين، الاولاد مش عايزين شوكولاته بيضاء، موجوده الشوكولاته البيضاء. الاثنين مع بعض مش هيقولوا لا. طبعا لازم تقف معاهم في المطبخ ولادك وتساعديهم، الحاجات دي مهمه جدا. اوعى وشك. زي الفل. زي الفل تمام اهو. حلقتنا النهارده تدريبيه، فقره تعليميه لاطفالنا الحلوين اللي بيحبوا المطبخ، حابين يخشوا مع مامي يخشوا مع بابا، اللي بيحب المطبخ يخش. اهم حاجه ان احنا بنكون بنحب المطبخ، بناكل حاجه بره بتعجبنا، ازاي نروح على البيت نعملها بطريقه سهله وبسيطه. وانا من رايي دايما زي ما قلت في بدايه الحلقه، خليلك انت التركايه بتاعتك والتست بتاعك
والفليفر بتاعك اللي هو يميزك عن اللي بره، زي ما انا عملت النهارده بيتزا محشيه الاطراف جبنه على عجينه البان كيك بحشوات مختلفه، ممكن تحط ايس كريم شوكولا، ايس كريم فانيليا غير المانجا. عملنا طبعا اطباق من الاومليت مختلفه، ولو عندنا طبعا وقت هنعمل كذا طبق مفيش اي مشكله. يعني نقول مع بعض مع بدايه اسبوع سعاده وهنا من برنامجنا شير اكله امي، رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.